خلينا نتكلم فنيا بقى عن المباراه على طول. النهارده شفت مباراه اسوان ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه الحقيقه انا سعدت جدا بالمؤتمر الصحفي اللي عمله كولر، لانه الحقيقه راجل صادق جدا مع نفسه ومع الجمهور، وعمل كده زي روشيتا او يعني توضيح كامل للي حصل في المباراه. طبعا بمنتهى الرقي بمنتهى الادب قال ان انا في حاجات معينه مفروض ان انا اشتغل عليها، في حاجات معينه انا شايف انها محتاجه شغل اكتر، في ناس مفروض ان انا اديها في الفتره اللي جايه لان انا لسه ما شفتهاش، في عدم تركيز من في المباراه، لعبنا اول 10 دقائق لعبناهم بشكل جيد. النهارده بالجانب الفني كان اختراقات من اليمين ومن الشمال ومن العمق وكرات طويله، الحقيقه كان الشغل كله كان منوع لمده ربع ساعه، لكن من البدايه انا كنت حاسس ان التشكيل فيه مشكله. ايوه المشكله دي احنا بقالنا سنه ونص بنعانيها، واحنا بندق ناقوس الخطر. ايوه لان احنا مفروض ان احنا في بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعهم، والدوري بتاعنا شرس جدا جدا. طيب ممكن اتناقش معاك في النقطه دي تحديدا؟ طبعا. احنا وحضرتك عارف ان احنا عندنا ايه، مباريات ومباريات. يعني ايه؟ طبعا غلط اللي انا بقوله ده غلط، لكن اللعيبه انا بتكلم هنا بلسان اللعيبه، يقول لك ايه، احاول اوفر مجهودي شويه عشان ماتش الزمالك مثلا. يعني ايه رايك؟ الحمد لله شكرا لله. لا ده شغل ترزي، انا بعمل الماتش. طب ما انا كان ممكن جدا لا قدر الله اتعادل النهارده. ممكن جدا، ما انا بقول لك ان هو غلط. كان ايه اللي هيحصل؟ كان ايه اللي هيحصل؟ يعني الجمهور كنت هتبقى خسرت نقطتين. الجمهور كان هيتحمل يعني حاجه زي كده؟ لا. مفيش حاجه اسمها في الكوره يا كابتن او في النادي الاهلي حاجه اسمها ان انا بلعب ماتش وماتش، حتى الراجل قال كده. ايوه. الراجل الكولر قال كده، قال انا ما بفكرش في ماتش الزمالك. انا كل ماتش بلعبه وماليش علاقه بالماتش اللي بعديه. فده طبعا ده شغل النادي الاهلي اصلا. صحيح. فهو جاي على شغل النادي الاهلي. صحيح. فالراجل انا احترمته جدا جدا لانه كان واضح جدا وصريح جدا في كل كلمه هو قالها، وبشد على ايديه لانه كان في بعض البعض كان واخد المباراه كنوع من يعني استهتار، لان لما يبقى كل كره بتجيلي للاسف الشديد يا اما بعملها مرتده على زمايلي يا اما الكره بعليها وبعدين توطى على الارض وبعدين العبها، الباصات كلها ثلاث اربع لاعبين على طول، كل التمريرات اللي طالعه من رجليهم طالعه غلط، وفي ناس بتأدي بجهد عالي جدا وبتقوم بالدور بتاع اثنين ثلاثه ما بيقدوش الواجب الدفاع بتاعه. والكلام ده متكرر من السنه ونص اللي فاتوا، نفس الكلام ده بيتكرر تاني. الكلام ده ما فيهوش هزار. اوكي. ما فيش هزار، لان احنا في النادي الاهلي مش يعني النوعيه دي اللي انا بفصل بقى العب الماتش ده عشان الماتش الجاي اريح. لا انا ما بقولش حاجه كده، لكن انا شفت حاجات. لا ما بتكلمش على حضرتك، انا بتكلم على اللعيب. ولا لعيبه الاهلي، لانه انا شفت حاجات على السوشيال ميديا يقول لك يا جماعه معلش بقى كبروا دماغكم، اللعيبه ايه؟ يعني ممكن تكون بتعمل كده. اللي بيقول كده يا كابتن مش اهلاوي. اوكي. استحاله يكون اهلاوي. اوكي. الاهلاوي عايز كل ماتش يكسب 3 4. صح. الاهلاوي عايز يشوف اداء جيد، اداء ممتاز. انا لا قدر الله جاي مع كابتن ماهر. لو في النهارده الشناوي شايل 3 كور صعب كده. صحيح. الشوط الاولاني والشوط الثاني اثنين. حقيقي كابتن ربيع الحقيقه على النهارده مباراه هايله. الفرقه واقفه على رجليها. صحيح. بس برضه احنا برضه كان في نوع من التخاذل من عندنا، لان برضه في ناس ما بتأديش الواجب الدفاعي. أوكي. في ناس بقى في نص الملعب دي. انا كده مش بتتكلم عشان ماتش الزمالك، انت بتتكلم بشكل عام. كابتن الموسم ده ما فيهوش هزار. اوكي. الموسم ده دوري سوبر افريقيا ما فيهوش هزار، الجمهور منتظر مني رجوع قوي. النهارده كل الناس قلقانه، قلقانه ليه؟ لان الاداء النهارده ما كانش جيد. نتيجه قصور بعض اللاعبين، في لعيبه ادت الواجب بتاعها على اعلى مستوى. صحيح. علي معلول، عبد المنعم، محمود متولي، ديانج قبل ما يطلع. اوكي. شادي. كل الناس، مش عايزين نقول اسماء عشان ما يعني. لا يا كابتن. لا يا كابتن لازم. لا شوف يا كابتن، ما ينفعش نقول اسماء. والله انا مش هقول اسماء بس. انا كمان ما قلتش اسماء. انا ما قلتش اسماء بس. بقول يا كابتن يعني اللي انا بقوله الناس عارفاه، فانا مش هقول اسماء بس. انا لما بكون انا يعني المفروض ان انا بضغط، ديانج يقوم بيضغط على 3 4 وفي ناس ما بتقضيش الواجب بتاعها. اوكي. الكلام ده لازم الناس اللعيبه حتى لما بتتفرج علينا يبقوا عارفين ان احنا
بنحبهم طبعا طبعا وعايزين طبعا عارفين ده كويس. لا قدر الله لو تعادلنا النهارده كان يبقى منظرنا ايه؟ الدوري ممكن يضيع تاني يا كابتن؟ ينفع؟ بس بدري. ما يعني ما هو انا بالنسبه لي مش بدري، انا كل مباراه بالنسبه لي طبعا ماتش كاس علشان اوصل ان انا اخد الدوري بتاعي وانا مرتاح. ايوه وابقى فارق الدور الاولاني فرق 10 بنات 12 بوند زي ما بيحصل كل موسم، ومحتاج انا جنود. أيوة. محتاج صعقه، محتاج كوماندوز، علشان النادي الاهلي طول عمره اوكي محتاج النوعيه دي من اللعيبه. صح، ده كلام صح. الراجل قال ايه بقى؟ قال انا عندي لعيبه كتير جدا، قال كده في المؤتمر، انا عندي لعيبه كتير جدا وانا عايز اشوف اللعيبه في الماتشات. فهو طبعا جرب مجموعه النهارده وابتدى بيها، اعتقد انه في الفترة اللي جاية هيبقى برضو في ناس من اللي هي ما كانتش بتلعب هتبتدي هتاخد الفترة اللي جاية، لأنه في النادي الأهلي الصورة من بره البرواز بتقول إن أنا النادي الأهلي السنة دي ما فيش بنط هفرط فيه ولا في بطولة هفرط فيها. أوكي. فأنا محتاج طيب قوة شديدة جدا وهي بتأدي في المباراة.